النهاردة ان شاء الله هقول لكم حاجة سريعة وبسيطة تحافظ على مفاتيح البوتاجاز بالمنظر ده. شايفين كمية الزيوت اللي عليه؟ انا حبيت ايه ان انا اقول لكم تجربتي معاها. انا عمري ما بسيب البوتاجاز كده، بس عشان خاطر عيونكم قلت لازم اسيبه مدة فترة كبيرة عشان يبان فيها الدهون. شايفين الاكرة بتاعة البوتاجاز، كمية الدهون اللي عليها والشحوم، يعني الصورة بتتحدث عن نفسها. قلت ان انا لازم انافقكم بالفيديو ده عشان تحافظوا على البوتاجاز بتاعكم فترة كبيرة، وفي نفس الوقت ما تتعبوش من ايه، من تنظيفه. يعني مش هياخد معاكم وقت خالص في تنظيفه، انتي مجرد بس ما بتشيلي الاسترتش كده من عليه. شايفين دهون دي بتحافظ على الايه، بتحافظ على الاكرة بتاعة البوتاجاز، وفي نفس الوقت بدل ما ايه ما يبوظ ومتعرفيش تنضفيه، حتى لما بتيجي تنضفيه بيبقى برضو في زيوت مستخبية كده، ما بتعرفيش ان انت تنضفيه الا لما بتخلعي الاكرة. فاحنا ايه عشان نحافظ على الاكرة بتاعة البوتاجاز هوريكم طريقة خالص حلوة وفي نفس الوقت سريعة وايه مش مكلفة، يعني هتحافظ على الاكر لفترة طويلة. شايفين كمية الدهون؟ حتى بص المقبض بتاع البوتاجاز انا حاطه عليه برضو، الصورة بقى بتتحدث عن نفسها. انا والله عمري ما بسيبه كده، بس انا عشان خاطر عيونكو قلت لازم اعمل لكم الفيديو دون هيفيدكو، وان شاء الله كده هو تدعولي دعوة حلوة يكون في ميزان حسناتي. يعني الصورة بتتكلم عن نفسها. اول ما شلت الاسترتش اهو من على المقبض، شايفين ما فيهوش اي حاجة خالص، اكنه نضيف خالص، ما فيهوش حاجة، يعني مش هتحتاجي دعك ولا اي حاجة. الناس اللي هي بقى ايه بتكسل تغسل البوتاجاز، لا لازم يا حبيبتي تغسلي البوتاجاز عشان ايه تحافظي على حاجتك. الحاجة الوقت صراحة غالية وما بتجيش بالساهل يعني، فحبيت بس اقول لكم على التجربة دي. هنجيب بقى ايه اي ليفة عندك كده اللي هي بتاعة المواعين، وتحطي عليها كمية من الصابون كده، هتعمليها كده بالراحة، مش عايزة ايه، مش عايزة حاجة اكتر من كده. يعني شايفة اهو، يعني هي كمان مش ايه مش مندية اهي، متندية بس مية اهو. اهو شايفين هتبقى زي الفل، وفي نفس الوقت مش هتحتاجي تدعكي، هتبقى كويسة خالص. حتى المقبض اهو والازاز ما عملتش اي حاجة ولا دعكت ولا اي حاجة اهو، يعني مش محتاجة دعك ولا اي حاجة. والفوطة بقى، والفوطة عندك كده ناشفة، هتنشفي كده، شايفه بقى راح زي الفل ازاي من غير دعك ولا اي حاجه. هتحافظي على الاكر بتاعه البوتاجاز عندك فتره طويله، وفي نفس الوقت مش هيبقى فيها زيوت. شايفه المفتاح عندي عامل ازاي اهو، ما دعكتش اهو، رجع الجديد زي الاول، وفي نفس الوقت ايه ولا دعكت ولا عملت اي حاجه فيه. لو يعني انت لو انت كمان ما عندكيش سفنجه بتاعت مواعين، بالفوطه كده منديه ميه وشويه صابون عندك هيروحوا زي الفل. شايفه بقى الجمال؟ هتسيبيها بقى لغايه ما تنشف شويه، وبعد كده ايه شايفه الاكره اهو، البوتاجاز عندي زي الفل عشان انا ايدي فيه، فما بقى ايه ما بعملش ما بسيبوش برده بزيوته. يعني انا ايدي فيه كل يوم، كل ما اخلص بقى ايه الاكل كده اروح عاملاه بالمنظر ده كده اهو، راح زي الفل، وفي نفس الوقت ما تعبنيش في اي حاجه. يعني هتعمليه ممكن تسيبيه بالايه بالشهر، ما تجيش جنبه هتيجي تشيليه هيبقى بالمنظر ده، مش هيتعبك في اي حاجه. كده بقى ايه نحافظ على الاكر عندنا اهو. شايفين بقى الجمال عامل ازاي؟
يعني من غير اي حاجة حافظنا على ايه؟ على مفاتيح البوتاجاز. وادي البوتاجاز عندي اهو، انا على طول بقى ايه ايدي فيه، بس المفاتيح صراحة بحط عليها الاسترش اللي هو بتاع الطعام، وعشان الشاشة كمان، عشان الشاشة عندي تاتش بحافظ عليه فترة طويلة اهو، ما تعبنيش ولا اي حاجة. بجيب الاسترتش وافرده بالمنظر ده، واقطع حتة كده على قد ايه، على قد المفتاح بتاع البوتاجاز اهي، يعني دي اقسمها كده اتنين، هتبقى معايا حتة بالمنظر ده اهي، شايفينها حتة بالمنظر ده كده صغيرة مش كبيرة. هجيب بقى الاسترتشة كده، همسك المفتاح اهو، هحطها كده واروح فاتحة الاخرى كده والفها كده اهي، هقفل بقى عليها كده عشان لما تيجي تستخدميها تبقى معاكي تمام. هلفها كده اهي معايا، اروح اقفلها كده اهي، والف هقفل عليه كويس بالمنظر ده كده، شايفين بقى بكده بقى اهو المفتاح بقى سهل معاكي، هتفتحيه وتقفليه بكل سهوله. هاجي هنا عند الشاشه، هقطع استرتش عريض كده واحطها كده بالمنظر ده على الحرف كده، هفتح البوتاجاز كده الفرن، اشدها كده لتحت اهو، واروح مطبقه عليها كده المنظر ده، اجيب الحرف ده اروح تانيه كده اهو، وكده بقى ايه عند الشاشة حافظت عليها من اي ايه، من اي دهون تنزل عليها او اي ايه مية اهي، وهقفل عليها بالمنظر ده كده اهي، احاول اطبق عليها كده، بصوا اللمس بتاعها اهو شغالة، كل حاجة شغالة فيها اهي، بسم الله ما شاء الله، هيقعد عندك فترة طويلة مش هيحصل له اي حاجة، وفي نفس الوقت ايه حافظت على بتجازك، ولا هتتعبي ولا هتعملي حاجة فيه كتير، يعني بالظبط كده هو 5 دقايق هتكوني ايه عاملة المفاتيح عندك والاخر ومفيهاش اي حاجة اهي. هاجي بقى عند الايه، عند المقبض كده، حاجة عند المقبض، اروح عاملة كده عند المقبض اهي، احط برضو كده استريتش، واحاول بقى ايه الف فيها، يعني اقطع حتة كده على قدها بالراحة بس كده على ايدك، واروح تانياها كده، هاخدها على جزئين او على ايه، او على جزء واحد، بس انا ايه بوريها لكم على جزئين عشان تبقى سهلة بايه قدام اهي، الجزء التاني اهو بكل سهولة كده بقى ايه، هتحافظي على المقبض برضو من اي حاجة تنزل عليه، هقطع حتة كده على قدها بكل سهولة كده، عملتها ايه بكل سهولة قدامكم حبايبي، اللي معملش لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس على كلمة الكل، مستنيه تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة. هعمل واحدة كمان معاكم، هتمسكي الأكرة كده طرف الاسترتشاية كده، وهتحطيها كده هتلفي كده اهي بكل سهولة الصباع التاني ده كده اهو، وهتروحي عاملة الأكرة كده، هتجيبي الناحية اللي ايه الناحية اللي تحت المنظر ده كده، وهتلفيها بالمنظر ده كده اهي، بقت معاكي بكل سهولة. حافظوا على ايه، حافظوا على مفاتيح البوتاجاز، عشان لما تيجي تغيريها هتدفعي مبلغ وقدره، فعلى ايه احنا نحافظ على حاجتنا وفي نفس الوقت تبقى حاجتنا نظيفة. بصي على البوتاجاز على طول ايدي فيه الاوكر، بس اللي بحط فيها الاسترتش
عشان تبقى ايه، تبقى كويسة كده معايا، وفي نفس الوقت يقعد عندي فترة طويلة ما يحصلوش اي حاجة. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.